انا عايز اقول لك حاجه، التسامح فضيله ربنا سبحانه وتعالى حطها عندنا كمسلمين وعند المسيحيين خلاص. يعني انت راجل حتى لو اخطات في حقي وقلت انا اخطات واعتذر، طب سياده المستشار انت تعلم ان انا بحب اسمع بس سؤالي، بص الاعتذار فضيله والتسامح فضيله. سياده المستشار ربنا سبحانه وتعالى يا استاذ مجدي، اذا كان ربنا عايز، لا عايز اسالك سؤال انت كمل بس نبي، لو كان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للزاني، بيغفر للسارق، بيغفر لما يتوجه ربنا يقول له رب سامحني بيغفر له. انا البشر العبد الغلبان لما حد شخص يخطئ في حقي ويعتذر لي انا ما سامحتش، لا انا مش انا طبعا بتسامح. جميل، قلت لك هتقعد جميل. امير واحمد اللي هم شافوا وعملوا البلاغ عشان يقفلوا المواضيع كلها. جميل، وانا بشكرك. ايوه يا مجدي عشان عايز اتكلم مع شكرا يا كابتن مجدي، تصبح على خير كده. تمام، والموضوع اغلق بالضبه والمفتاح تماما امام الملايين برضا كامل من المستشار مرتضى منصور. اشكرك يا كابتن مجدي، اشكرك. يلا تابعنا على الشاشه يا كابتن مجدي، اتفضل يا سياده المستشار. احنا كان في بينا حوار طبعا النهارده الصبح. نعم. هو الحوار المتصل دايما لما يكون في حاجه بحب يعني استوضحها او انا اوضحها لك. ما نشر في معظم الصحف المصريه. نعم. حسن نيه او سوء نيه. عن قضية نادي الزمالك بالأمس، من أن المحكمة الإدارية العليا قبلت طعن ممدوح عباس، وبناء على هذا الخبر الكاذب الذي لا وجود لأصله تم حوارات في بعض هذه الصحف مع الأخ ممدوح عباس ومع الأخ حازم إمام مع الصديق صبري سراج، قالوا أهو كسبنا القضية وكده يبقى إحنا ما ظهرناش انتخابات. هذا للأسف كلام فيه تضليل للرأي العام وكذب. هذا على مسؤوليتي، لان نوضح بقى للناس، وانا واضح من مع الاخ خالد غندور، انت معانا المستشار جلال ابراهيم كانت فرصه. نعم. وانا قلت كلام في القانون ايده المستشار جلال ابراهيم رئيس محكمه الاستئناف السابق. جميل. يعني جلال ابراهيم ده راجل يعني انا كنت معاون نيابه وهو كان رئيس محكمه. لا ده حجه. حجه في القانون. استاذ مدحت بدايه وزي ما بقول دايما عندما كان يطعن مرتضى منصور لعوده حق من حقوقه، عندما تم شطب رئيس النادي اللي هو انا مرتضى منصور، ممدوح عباس شطبني مرتين. نعم. رجعت للقضاء كان يضللوا بعض الجماهير، شوفوا يا جماعه مرتضى منصور اهو، مرتضى منصور بيرفع قضايا، بالرغم ان القضايا التي كنت اقيمها لم اكن اقيمها في استاد القاهره، ولم يكن اللاعبين يلعبون في محكمه القضاء الاداري. اللعيبه بتلعب في الاستاد وانا موجود في المحكمه. ما فيش اي تاثير، ومع ذلك لما اتحل مجلسي بطريقه غير شرعيه، خلي بالك غير شرعيه، ورحت المحكمه عشان اعيد الشرعيه للجمعيه العموميه اللي انتخبتني انا وغيري، قال لك شوف مرتضى بيهدم الاستقرار. الدعوه او الطعن المقام بالامس كان مقام من ممدوح عباس ومن المهندس حسن صقر. نعم. وكان هناك اشكال اخر في محكمه غير مختصه لا محليا ولا ولائيا عامله مع ممدوح عباس في محكمه عبدين. وكان هناك قضيه اخرى كانت النهارده تنظر النهارده في محكمه القضاء الاداري مرفوعه من مجلس ممدوح عباس. لما اترفعت الطعون دي محدش نطق وقال يا جماعه استقرار النادي، ما تسيبوا جلال ابراهيم يشتغل، اشمعنى هو انا لما الجا للقضاء اخد حقي؟ ابقى خلاص الدنيا تتهد والاقلام بقى واللي انت كنت لسه بتقول عليه دون، ويطلع يمين ويطلع شمال ويقعد يهاجمني. ولما ممدوح عباس يروح المحكمه برضه عشان يشوف يسترد، هو شايف ان ده حقه، هو من وجهه نظره ده حقه، محدش بينطق. ليه احنا دلوقتي يا جماعه بنكيل بمكيالين؟ لما ترفع انت قضيه تاخد حقك المؤكد، هذا هدم الاستقرار النادي. ولما ممدوح عباس يرجع للقضاء اللي هو بيروح له عشان حقه غير المؤكد، هذا عمل عظيم والدستور بيقول له حقه. ده جزء الاولاني. نعم. الثاني هو الاخ ممدوح عباس في طعنه قدم مني واخرين بشان نتيجه الانتخابات التي اعلنت في نادي الزمالك يوم 30/5 29 على يوم 30/5. تمام. انا زعمت ان الانتخابات مزوره. اللي يأكد الزعم ده المحكمة. أنا بقول يا جماعة الانتخابات دي مزورة، أنا كلامي مش قرآن ولا دستور. المحكمة فحص وتبين لها إن في ست صناديق مش لاقيين الورق بتاعهم، وورق واحد اسمه حمدي وقع للجنة بالكامل، حمدي السكرتير الآن. نعم. طلع الأخ تامر الوكيل للأسف قال أن حمدي ده كان في اللجنة تحت سامر أبو الخير، ورئيس اللجنة قال لحمدي زور مكان الناس. يا أستاذ سامر، إذا كان القانون بيلزم التوقيع والبصمة، إذا كان أمين السر هيمضي لي ويوقع لي انا او غيري، طب ما اقعد في البيت هو يمضي. وعلى كل كلها امور امام القضاء دلوقتي يا سياده المستشار. انا عايز اقول لك حاجه. القضاء حسم هذه المساله. ايوه. قال ان هناك تزوير. خلاص.
الكلام ده ما عجبش الاخ ممدوح عباس ومجلسه فطعنه. نعم. طعن بتاعه على مرحلتين. امام المحكمه الاداريه العليا في دائره فحص الطعون اللي هي كانت بتشوف امبارح. وامام المحكمه الاداريه العليا في الشق الموضوعي. دائره فحص الطعون ممدوح عباس طلب منها هو ومجلسه ان هو يوقف تنفيذ الحكم اللي هو مشاهم وقال له انهم مزورين، تمام؟ لما المحكمه تقول، المحكمه الاداريه العليا امبارح تقول وقف تنفيذ الحكم الناس دي مش مزورين، يبقى طعن ممدوح عباس كله. لما تقول لا القضيه بقى انا دوري هنا فحص الطعون انتهى ومش هوقف التنفيذ روحوا للموضوع، يبقى طعن ممدوح عباس في الشق العاجل امام الاداريه العليا دائره فحص الطعون قد رفض وهو ما حدث. انا قدامي بقى هو مع فكره دائره فحص الطعون لا تصدر احكام ولكن تصدر قرار، قررت الدائره احاله الطعنين اللي هو طعن ممدوح عباس وطعن حسن طه الى الدائره الاولى موضوع لنظريه ما في 26/3/2011. انا لم ارى امامي الان لا حكم ولا لكم الطعن شكلا ولا ممدوح عباس ما زورش، وبناء على التضليل اللي عمله الراي العام النهارده عن طريق بعض الصحف سواء عن سوء قصد او يعني اتفقت معاه او عن حسن نيه لانها ما تعرفش، طبعا انا بعتهم كلهم تصحيح، ابتدى يقول يا حسن يا صقر رجعني زي ما رجعت سمير زاهر. يا جماعه سمير زاهر كان صدر حكم لصالحه بالغاء الحكم الاول درجه ورجعوه، اما انت قد خسرت طعنك في الامر. وعشان كده انا بقول ايه بقى؟ احنا رحنا 26/3 دي المرحله الاخيره الممدوحه. نعم. مرحله الموضوع يعني انا ازعم كما زعمت من قبل المحكمه ايدتني اول درجه ان ممدوح عباس في حوالي 10,000 واحد توقيعهم مزور في كشوف الانتخاب. نعم. هنروح الطب الشرعي انا وممدوح عباس ال 10,000. لان انا جايب تقرير استشاري بيقول الكلام ده صح، في تزوير لل 10,000. تمام؟ هنجيب ال 10,000 نستكتبهم، نقعد كام سنه بقى في ال 10,000 دول؟ نقعد 3-4 سنين كام سنه. والامر هيبدا من يوم 26/3. ادي واحد، اثنين انا بقول للاخ ممدوح وفر فلوس. يا اما تتبرع بيها اللي تديها للمحامين، يا اما تديها لنادي الزمالك زي ما انا عملت النادي بتاعي لنادي الزمالك، او وفر فلوسك للانتخابات اللي جايه يا استاذ مدحت. انا بزعم تاني ان الانتخابات مزوره والمحكمه ايدتني. خلاص يا بيه الانتخابات في شهر 6 اللي جاي فاضل 3-4 اشهر. الانتخابات اللي هي بقى يعني مضى عليهم 4 سنين المجلس ده؟ لا يا بيه القرار المهندس حسن طاهر بتاع اللي هو بعد انتهاء ولايه جلال بابراهيم على ان تجرى انتخابات فورا. فورا يعني ايه؟ يعني بعد يعني بعد الحكم اللي انا خدته على طول. انت حضرتك عايز تطالب الاستاذ ممدوح ان هو يعني يقفل باب القضايا وينتظر لحين اتمام الانتخابات ويدخل انتخابات تقصد؟ انتخابات قدامي، انتخاباته النزيهه شريفه يحتكم فيها الجمال العموميه والصندوق. كانت الانتخابات نظيفه وقالت الصناديق اللي الناس حطت في الصندوق صحيحه من غير بلطجه ومن غير تزوير زي ما حصل في الدوره زي ما المحكمه اللي قالت مش قلت كمان. قالت ممدوح عباس انا اول المساندين لك واول الداعمين لك وتسير ومسيره زمالك واطلب مني بس في النهايه ده اختياره بقى ست المستشار اني ابقى محامي تحت التمرير خادم لهذا النادي هبقى تحت امرك انت والنادي. جميل. الناس قالت مرتضى منصور او غيري وغيرك قول لهم تعظيم سلام. طب عندي سؤال يا ست المستشار، وجهه نظرك اولا واضحه ووصلت تماما. سؤالي انا بقى، نفترض النهارده 26/3 تم نظر الموضوع وبدات تبقى فيه مد لكذا طلبات دفاع الكلام اللي احنا عارفينه في القضاء ده، وتجاوز الامر موعد الانتخابات اللي حددها المهندس حسن صقر وستجرى الانتخابات وتم انتخاب مجلس شرعي وبعد كده جت المحكمه حكمت بعودته مره ثانيه، الموقف يبقى ايه؟ لا بص حضرتك، ما هو المحكمه القضاء مصر القضاء العظيم والقانون المصري سواء قانون مجلس الدوله او قانون المرافعات او اي قانون في مصر. نعم. فكره عندنا مشرعين محترمين. هو لما لو انا هفترض ان القضيه اتاجلت لشهر 3 دي لشهر 8 او تمام أو تمام خلاص. هل الحكم اتلغى اللي قال انتخابات مزوره وعملوا انتخابات ولا ما اتلغاش في الوقت ده؟ ما اتلغاش. لا ما اتلغاش. وقرار حسن صقر ما اتلغاش. تمام. اعتمد الانتخابات. لما افرض بقى الانتخابات افرزت مرتضى او ممدوح او اي حد. ايوه. لما اروح بقى للمحكمه، المحكمه بتحكم بايه بقى؟ انا افرض انا اللي نجحت. خلاص انا مطعون ضدي ماليش صفر. ممدوح عباس هنفترض اللي هو نجح ما عادش يبقى ليه مصلحه. لا ملوش مصلحه لو نجح. انا عايز اقول لك انه في هذه اللحظه الدعوه يتم تغييرها حسب الصفة والمصلحة في هذا الوقت. لكن انا عايز اقوله لك ان القضاء الاداري الجميل المستقر في هذه الحالة لن يلغي هذه الانتخابات بعد ان تم اجراءها انتخابات شرعية ونزيهة. ده بسيط جدا.
ان هو عنده مدحت، مش انا اللي بقول على فكره، راحت لجنه قضائيه قالت صناديق متكسره، الشمع مشايلينه، الورق مفكوك، الورق ست صناديق شايلين ورقه. نعم. آه قالوا ان احنا طبعنا انه اللي انتخبوا 25,950 طلع كل الورق اللي مطبوع 24,850، يعني في 1000 مفهوم اللي حضرتك قدمته كله ده مفهوم بالنسبه لنا. انا وانت يا استاذ ممدوح نضع يدنا للمره الاخيره في ايد المستشار جلال اللي هو وش حلو على النادي وماشي الراجل. ماشي بصراحه بالرغم انه ورث تركة مثقلة بالديون والهموم، خلي بالك بالديون والهموم. نعم. يعني مشكلة أيمن عبد العزيز، من الذي تعاقد مع أيمن عبد العزيز؟ مين دول 3 مليون ومين اللي مشاه؟ ممدوح عباس. مشكلة عصام الحضري، مين هو ممدوح عباس؟ شيكابالا 9 مليون، هو كل هذه مشاكل انتقلت لجلال إبراهيم ومجلسه من ممدوح عباس. المديونية اللي هي وصلت النهاردة 180 مليون جنيه، اسألوا ممدوح عباس فين فلوس أجوجو. لكن اللي أنا عايز أقوله ثاني قدام مصر وقلته النهاردة بقوله ثاني. نعم. انا رحت لجلال ابراهيم بمبادره، المستشار جلال بمبادره مني، وكان لي مبلغ غير اللي انا اتبرعت بيه، كان في دين على نادي الزمالك تنازلت عنه، وفي نفس الوقت اتبرعت بالله على قد 100,000 جنيه. تمام. بقول للسيد ممدوح يا استاذ ممدوح، انا قلت للاستاذ صبري السراج قبل كده ما عنديش خصومه على فكره مع حد في المكتب. تمام. في محادثه تليفونيه انه راجل بادر بالاتصال بيا وقال لي احنا واقفين معاك في الانتخابات، فهذا شعور محترم لازم اقوله للناس، لانه خبات مجلس الشعب. مجلس الشعب طبعا، عشان مش خناقه شخصيه، انا شكرت الاخ صبري السراج وقلت له انا ماليش مصلحه، انا ادافع عن حق الجمعيه العموميه، ولكن اذا كان ممدوح عباس يريد ان يعود، هو ليه مديونيه على نادي الزمالك 40 مليون. 40 مليون جنيه دولت مش انا السبب فيهم، انا سلمت نادي الزمالك للمهندس حسن صقري بلجنه، النادي فيه 6 مليون فايض وانا رئيس نادي. لما توصل المديونيه النهارده 180 مليون يجب ان يحاسب من وصل بهذه المديونيه الى هذا المبلغ الكبير. نعم. قلت له يتبرع بالمبلغ ده اللي داين بيه الزمالك ومعاش شكايات عنه لنادي الزمالك، وانا بكره الصبح اروح المحكمه اتنازل عن الحكم الصادر لصالحي. ده 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 قراره بقى يا سياده المستشار. انا بقول اهو عايز اقول لك ان انا ما عنديش مشكله. يعني انت بتعلن على الملء لو تنازل عن المديونيه بتاعته لنادي الزمالك، انت تتنازل الحجم وتتنحى عن الامر تماما. سنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة، لانني قد نلت الشرف رئاسة نادي الزمالك وتعلقت صورتي في اللوحة اللي هي لوحة الشرف، هذا الشرف الذي لا يدنيه شرف. يوم زي 10 زي سنة 20 تمام، انت اخذت البصمة بتاعتك بالظبط كده. انا بشكرك وانا اقول تاني قدام كل الزملاء هم اذا بادر بهذه المبادرة، انا في اليوم التالي بروح اتنازل عن الحكم وبقول له وفر مجهودك وفر فلوسك يا استاذ ممدوح، لانه الانتخابات انت تعلم اكثر مني انها انتخابات مزوره، واكدت المحكمه انها مزوره، ولم يلغى هذا الحكم حتى اليوم، وان شاء الله لن يلغى. شكرا، شكرا جزيلا سياده المستشار، اشكرك شكرا جزيلا. طبعا لو الاستاذ ممدوح عباس يحب يقول اي حاجه اتصلوا بيه يا جماعه، من حقه اكيد لو حابب يعرض اي وجهه نظر، وانا اشك ان هو يتكلم، لكن عشان طبعا مبدا المصداقيه اكيد لو حابب.